من الجزائر مشارك في ويكيبيديا العربية منذ 2006. كنت اقترحت موضوع تاع ويكي مشاريع ويكيبيديا، ولكن لما بديت في الموضوع اكتشفت بلي يلزم نوسع الموضوع ونتكلم على مشاريع ويكيميديا. المشروع بصفة عامة له بداية وحتما له نهاية. برج إيفل هو لاتور إيفل الذي ارتفاعه 324 متر يوجد في باريس، وأنشئ بإسقاط إيفل بمناسبة المعرض الدولي لباريس في 1889. بدأت أعمال الإنشاء في 1887 واستمرت مدة 26 شهر، أي فيما يتجاوز سنتين. شوف هنا الصورة كيف تم إنشاء برج إيفل. الصفة الثانية للمشروع هي أن المشروع له هدف وحتما له نتيجة. نفق المانش أو نفق القناة هو نفق طوله 50 كيلومتر، يربط بين القارة الأوروبية والجزيرة الجزيرة البريطانية. بدأ البناء في هو فكرة قديمة جدا، ولكن بدأ بناؤه حقيقة في 1987 وانتهى في 1993، يعني دامت مدة الإنشاء مدة 6 سنوات. نعرف صفة أخرى للمشاريع أن المشاريع فيها الناجحة وفيها اللا ناجحة. كي لا نقول كلمة سلبية هي فاشلة، نقول لا ناجحة. نعطي مثالين على مشروعين. مشروع أبو جاء لمنافسة المشروع الروسي، والذي تكلل بأول هبوط للإنسان على سطح القمر، بدأ في 1969 ودام حوالي 13 سنة. عندنا مشروع بناء برج في إيطاليا هو برج بيزا، ووقعت له مشاكل كبيرة ومال في الأخير. دامت مدة بناؤه حوالي 200 سنة، من 1173 حتى 1372. الانترنت، الانترنت هو جملة من المعلومات متداولة عبر الشبكة أو البنية التحتية، أو هو البنية التحتية التي تنتقل عبر المعلومات عبر القارات. هو شبكة كبيرة جدا أو مجموعة من بالفرنسية كما يقال دي ريزو، سيت ان انسومبلاج دو ريزو. لغات العالم، حسب إحصائيات منظمة اليونسكو هناك تقديرات أنه حوالي 6000 لغة سيمي لونغ مهددة بالزوال لغاية نهاية القرن. جسكو فان دي سيكل عندنا كاين ريسك دو سيمي لونغ ديكستنسيون، ستزول معها ليس فقط كنوز ثقافية ولكن معارف كبيرة. نتكلم الآن عن مؤسسة ويكيميديا. هي منظمة عالمية غير ربحية، تتكفل بالتشجيع وتطوير وتوزيع المحتوى الحر متعدد اللغات داخل مشاريع ويكي مفتوحة للعامة، أي أن أي واحد يمكن أن يستعمل هذه المحتويات. من بين مشاريعها ويكيبيديا، ويكيبيديا هي موسوعة من أكثر 10 مواقع زيادة في العالم، دخلت حسب موقع أليكسا في التوب 10 مواقع في 1997 2007
وهي أكثر 10 مواقع زيارة في العالم، وأسسها جيمي ويلز في 2003. مؤخرا هي 250 موظف، عندها ميزانية تاع 22.6 مليون دولار، ومقرها في أمريكا سان فرانسيسكو. مشاريع ويكيميديا، مشاريع ويكيميديا عبارة عن أمبازل للتركيب مركب، يتم تطوير جميع المشاريع الكبرى الخاصة بمؤسسة ويكيميديا في إطار تشاركي، يعني الناس كلها تشارك في تكوين هذه المشاريع باستخدام برنامج اللي نسموه ميديا ويكي. تحتوي المشاريع، محتوى المشاريع يعتبر حر ايضا وهو مفتوح المصدر وتحت رخصة المنشأ الابداعي. ما هي ميكانيك المشاريع؟ كل مشاريع ويكيميديا تعمل بمحرك ميديا ويكي. ميديا ويكي هي حزمة من البرمجيات، بدون هذا البرنامج ميديا ويكي لا يمكن أن نطور مشاريع في ويكيميديا لأنها مشاريع تشاركية. نجد في الشبكة الكثير من المواقع تدور بهذا المحرك، ليس مشاريع ويكيميديا فقط، لأن المحرك هذا هو CMS ومفتوح المصدر، يمكن أي واحد استعماله أو استغلاله وينشئ موقع بهذا CMS ويطور ويكي خاص به. نجد ويكيات للشركات، ويكيات للمشاريع البرمجية، ويكيات مختلفة. ميتا ويكي هذا هو عبارة عن موقع مجتمع عالمي لمشاريع مؤسسة ويكيميديا والمشاريع المرتبطة للتنسيق بين كامل المشاريع والتوثيق والتخطيط والتحليل. وأنشئ هذا المشروع في 2001 لدعم كل مشاريع الويكيميديا. يعني الحاضنة التي إذا دخلنا في أي موقع من في موقعها نجد اللوغو تاعها هذا هو. ما هي الحاضنة؟ الحاضنة هو الانكيباتور. الانكيباتور هو المبدأ لكل أي مشروع في ويكيميديا نجده في الحاضنة جديد. هو بإصدارات ذات إصدارات جديدة، أي مشروع جديد. مثلا إذا أردت مؤخرا هناك مشروع ويكي رحلات عربية لا نجده في هو حاليا في حالة الحاضنة، هو مشروع جديد ويمكن تنظيم المشاريع بكتابتها واختيارها وتثبيتها حتى تتسنى المؤسسات ويكيميديا استضافتها. ويأتي وقت أن المشروع يكون جاهز لدرجة أن ويكيميديا يمكن أن تحوله من مكان الحاضنة إلى مكان مشروع تدعمه المؤسسة. ويكيبيديا، كل يعرف ويكيبيديا بفضل محرك البحث جوجل، وأنا كذلك اكتشفت ويكيبيديا بفضل محرك البحث جوجل ببحث على لا أتذكر، ولكن جوجل ساهم في تطوير في تسهيل الولوج للموقع. ويكيبيديا هي مشروع لبناء موسوعات حرة بكل لغات العالم، أي شخص له وصلة إنترنت، يعني كل واحد عنده وصلة إنترنت يمكنه أن يدخل الموقع ويكيبيديا، يمكنه المشاركة في المقالات، تعديل المقالات، تطويرها، إنشاء مقالات. انطلق المشروع في 2001 وهو يعرض حاليا أكثر كل مشاريع ويكيبيديا أكثر من 24 مليون مقالة، 24 مليون مقالة مكتوبة في أكثر من
حوالي تزيد وتنقص، ولكن حاليا هي في 284 لغة. احنا كلنا نتكلم لغتين ثلاثة أربعة، ولكن ويكيبيديا فيها 284 لغة. أكبر ويكيبيديات هي الإنجليزية، اللغة الإنجليزية من أكثر، فيها أكثر من 4 ملايين مقال، تليها الروسية واللغات الأخرى. مرة على مرة تصعد لغة وتنزل لغة. العربية حاليا فيها 350 ألف مقال، تقريبا 353 ألف مقال. ويكاموس أو ويكشيوناري، ويكشيوناري هي التعريب، التعريب للكلمة هي ويكاموس. ويكاموس هو مشروع لعمل قاموس أو معجم حر بكل اللغات. بدأ المشروع في ديسمبر 2002، منذ ماي 2013 هو متوفر بأكثر من 171 لغة، مع أكثر من 26 مليون مفردة كلمة الشرح تاعها، وأكبر قاموس باللغة الإنجليزية مع 3 ملايين و 983 مليون مفردة، 3 ملايين 982 ألف مفردة. بالنسبة للغة العربية موجود 48 ألف و 120 مقال، أي مفردة. دونك ويكاموس باللغة العربية فيها أكثر من 48 ألف مقال، واللغة الإنجليزية فيها تقريبا 4 ملايين مقال. دونك نشوف الفرق بين العربية والإنجليزية. ويكي اقتباس أو ويكي كوت، أنا تشوفوا هنا في كل سلايد ندير لكم هنا اللوغو للموقع الذي يدعم المشروع، ولتعرف بصفة عامة تشوفوا ويكيميديا عملت لوغو يكون سهل التعرف عليه ويتشابه بين كل المواقع لتسهل التعرف. اوكي، يعني هناك دراسة جعل المواقع التابعة لويكيميديا معروفة فقط بالنظر إلى اللوغو. ويكي اقتباس هو مشروع، هو مستودع للاقتباسات المأخوذة عن أناس مشهورين، كتب، خطب، أفلام أو أي مواد أخرى تصبح تابعة الأمثال، الشعارات أيضا موجودة في ويكي اقتباس. بدأ المشروع في 2003، وفي مارس 2015 تضمن المشروع أكثر من 654 ألف صفحة بأكثر من 29 لغة. بالنسبة للغة العربية بدأ في سبتمبر 2004 وب 741 اقتباس حاليا، بالمقارنة ما بين المشروع بصفة عامة 89 لغة و 654 ألف صفحة، اللغة العربية فيها فقط 741 اقتباس أو صفحة. دونك تشوفوا الفرق ما بين المشروع بصفة عامة واللغة العربية. ويكي كتب هو مستودع للكتب كذلك، يهدف مشروع ويكي كتب إلى بناء مجموعة من الكتب الإلكترونية الحرة. يعني يبدأ واحد في تطوير كتاب، وتأتي يأتي المجتمع في مجتمع ويكي كتب ويطور الكتب، يطور ذلك الكتاب معه. كتب إلكترونية حرة متضمنة الكتب نصية، دورات اللغات، و استخدام في مختلف المجالات، يعني كل المجالات العلمية واللغوية. المشروع يحتوي حاليا على 798 أكثر من 798 ألف صفحة،
في 121 لغة. ويكو كتب بالنسبة للغة العربية فيه حوالي ألف أكثر من ألف فصل في مجال في مجالات مختلفة ومتنوعة للثقافة. يعني الفرق ظاهر يعني 798 ألف و ألف بالنسبة للغة العربية. بالنسبة للموقع هذا ويكي مصدر، ويكي مصدر هو مشروع متعدد اللغات بدأ في نوفمبر 2003 لبناء مجموعة من النصوص التي يمكن أن توزع كمحتوى حر ومجاني، التي تضم رسائل أدبية والكتب والنصوص الدينية والتراثية والتاريخية والشعر. يحتوي على أكثر من 6 ملايين صفحة ب 63 لغة. بالنسبة للعربية تحتوي على أكثر من 61 ألف صفحة. نلاحظ في ويكي مصدر هنا اللغة العربية داخلة في الأكثر اللغات هنا، ندخل في الدائرة هنا تاع نشوف نراها هنا تحت هنا مع اللغات الشائعة. دونك يعني ويكي مصدر فيه مادة جيدة في اللغة العربية بالمقارنة مع اللغات الأخرى كالإنجليزية أو الفرنسية. ويكي أنواع هو مشروع آخر مفتوح لتوفير قاعدة بيانات مركزية لمختلف الأنواع الحية. الأنواع الحية هي الحيوانات، النباتات، الفطريات، الإسباس بصفة عامة، الأحارب البدائية. انطلق في 14 سبتمبر 2004 ويهدف خصيصا لتلبية احتياجات المستخدمين العلماء، لي سيونتيفيك، العلماء الباحثين، الشاشر. ويحتوي على 422 ألف صفحة لتصانيف الحياة. هنا لا نرى أن ويكي أنواع يدخل تحت إطار اللغة العربية، هو موقع واحد. لا نجد موقع باللغة العربية أو موقع باللغة الفرنسية، هو موقع واحد. أي أن الأسماء أنواع كل هذا هي بأسماء عالمية. يعني إذا كان اسم تاع نوع الشجرة عنده اسم عالمي، فقط ربما نجد الترجمة أو المقال في ويكي أنواع يعطيك وصلة نحو الموقع اللي هو في ويكيبيديا. ويكي أخبار، ويكي أخبار هو ويكي نيوز مثل الجزيرة والعربية موقع، ولكن الأخبار فيه مفتوحة حرة يمكن استعمالها. ومؤسسة ويكيميديا تدعم مشروع ويكي نيوز لتسهيل تنقل الأخبار مفتوحة المصدر بدون دفع أي مقابل. دونك يمكن استعمال موقع كهذا لتداول الأخبار. المشروع ويكي أخبار أطلق في 2004 ديسمبر بمهمة لتبليغ الأخبار عن مواضيع مختلفة ومتنوعة. احتوت أكثر من 217 ألف مقال في 33 لغة. ويكي الأخبار هو مصدر حر. بالنسبة للغة العربية نجد 2014 خبر بمقارنة من بين 217 ألف في 33 لغة. ويكي عندنا ويكي جامعات. ويكي جامعة هو مشروع مخصص للمواد التعليمية والمجتمعات التعليمية. هو نجد فيه
دعم الأبحاث يكون مستوى التعليم ثم إنشاؤه كمشروع ويكيميديا. في مرحلة بيضاء هو بدأ المشروع في 2006. ويكي الجامعات هو مركز إبداع واستخدام غريب ونشاطات التعلم المجانية. يحتوي ويكي الجامعة على 993 مقالة بالعربية. هو هذا الموقع يستعمله مثلا الأساتذة لتطوير لتقديم دروسهم في شتى اللغات. لما ندخل في هذا الموقع نجد كلية العلوم، مدرسة كلية اللغات، كلية اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الأمازيغية. يدخل الأستاذ ويمكن أن يستعمل الموقع لتقديم دروس في أي مجال يجده. ويكي رحلات هو ويكي جديد تم تطويره في شرق ألمانيا، وأطلق ويكي رحلات في يناير 2013، وكتب من قبل متطوعين في ألمانيا. بدأ المشروع في 2006 بمثابة تجربة. ويكي رحلات العربية ما زال في مرحلة الحضانة، ويحتوي حاليا على 460 مقال. ويكي كومنس هو المحتوى العام لكل أنواع الصور والفيديوهات والكتب والكتب أي شيء، أي ملف احنا ندعوه ملتيميديا أي الوسائط. ويكي كومنس حاليا تتجاوز عدد ملفاته 25 مليون ملف. تم إطلاق المشروع في 2004، وفي مارس هذا تجاوز 25 مليون ملف من شتى أنواع الوسائط. ولا يحتاج إلى لغة معينة، ولكن طرق البحث تحتاج إلى لغة معينة على حسب اسم الملف ونوعيته. ويكي بيانات هو قاعدة البيانات الحرة فيما بين الويكيات، يعني يمكن هو أكثر تقنية، زعما المستعمل العادي لا يمكنه أن يستعمل مباشرة ويكي بيانات، ولكن بقليل من الاستخدام يمكن أن يفهم. نعطيكم مثال ويكي بيانات بدأ بنقل تحويلات اللغات. احنا لما ندخل مثلا إلى ويكيبيديا ونضغط على ونبحث على مقال ونجد مقال مكتوب تحت مثلا مقال الجزائر بالعربية، ونجد ونريد أن نضغط على وصلة مقال الجزائر باللغة الفرنسية. ويكي بيانات حاليا هو الذي يتكلم بتحويل المقال أو إعطائك صفحة المقال من العربية إلى الفرنسية، هو يقوم بالتوجيه. هذه البيانات حولت إلى هذا الموقع في ويكي بيانات وتحررت منها المواقع الأخرى. هو قام بتجميع كل هذه البيانات في موقع واحد، هو قاعدة البيانات لمشاريع ويكيميديا، ولا يمكن استعماله مباشرة. هناك مشاريع أخرى نذكرها، كاين الموقع العلاقات العامة المؤسسة ويكيميديا أوتريتش. ويكيميديا أوتريتش هو موقع نجد فيه المشاريع التي لا تحتاج إلى موقع، مثل جلام، مثل ويكيميديا إديكيشن. هذه برامج نجدها مواقع، ولكن لا يأتي الناس يشارك في هذه المواقع، نجد فيها التوجيهات فقط. ويكي مؤتمرات، ويكيميديا تقوم بتنظيم مؤتمراتها وإطلاقها في بمواقع خاصة بها، وهي ويكي مؤتمرات. نجد فيه كل ما يحتاجه المؤتمر من تنظيم من الأول إلى الآخر. خدمات بريدية ويكيميديا، إحصاءات ويكي، كل الإحصاءات التي نحتاجها ونبحث عنها نجدها في موقع مشروع وإحصاءات ويكيميديا. مشاريع تقنية وبحثية. المشاريع التقنية والبحثية
مثل الويكي تك، وهو توثيق ويكيميديا التعليمي، يعني أي مساعدة لتطوير الويكيميديا. الهاب كلمة أخرى، الهاب أو آد، هي وثائق بالفرنسية وترجمة بالعربية وبالفرنسية، يمكن المساهمة في ترجمة هذه المواقع. إذا وجدنا أي علل في الميديا ويكي يمكن التبليغ عنها في موقع فابريكاتور. هذا الموقع مختص في تتبع العلل. وإذا أردنا اختبار أي تغييرات أو أي مقالات أو التعلم في أي موقع كيف نحرر، يمكن أن نستعمل ويكي تيست. هناك موقع آخر هو مختبر ويكيميديا، اللي هو الرمز تاعه هو الحصان اليونيكورن، هو بين الخوادم لدعم التطوير والهندسة والعملية. نجد فيه برامج موصلة للمشاريع ويكيميديا. في هذا الموقع يمكن أن نجد برامج التي تقوم بالبحث في البيانات لويكيميديا أو المشاريع الأخرى للإتيان بجداول وإحصائيات مختلفة مثلا. يعني دوك كل واحد يريد أن يطور برنامج يستغل بيانات ويكيميديا ومشاريعها، يضع برنامجه أو سكريبت في هذا الموقع ويقوم بتفعيله. لنلخص المشاريع، تلخيص المشاريع، نعطيكم الرقم العام. ويكيميديا تقوم بدعم 882 مشروع مختلف، تقريبا 882 مشروع. المشاريع الفعلية التي هي نشطة بالنسبة لويكيميديا، ويكيميديا عندها هذه الكريتير، هناك 702 مشروع نشط في ويكيميديا. كل المشاريع بها تقريبا أكثر من 76 مليون أرتيكل أو صفحة أو مقال كما تريدون. كاين تقريبا 95 مليون مسجل ومشارك. يديرها 6800 أدمنستراتور أو إداري، وبها ما يتجاوز في كل المشاريع أكثر من 27 مليون صورة أو ميديا. بالنسبة للغة العربية، اللغة العربية نجد هنا في الترتيب الكلاسمون للمشاريع في المرتبة 42، ويكيبيديا بالنسبة لكل المشاريع في المرتبة 120، ويكي مصدر مرتبة 130، ويكي قاموس، حتى نصل إلى ويكي اقتباس في المرتبة 532. يعني ما زال باقي عام بالنسبة للغة العربية لتطويرها وتحسينها وإضافة مقالات وتوسيع المشاريع التي بها. بعض المعلومات أو شكل ويكيبيديا وطبيعة. هذه صورة أحب أن أظهرها مرة على مرة في الوركشوب. هذا إنسان، نقول أن طوله 200. لو قمنا بطبع ويكيبيديا بالإنجليزية فقط التي تتجاوز هذه المقالات 4 ملايين تقريبا، يمكنكم تخيل ويكيبيديا بالإنجليزية. هذا الإحصاء في 2013. في كل هذا يمكن أن نقول أن المشروع في المشروع، المشاريع في ويكيميديا متداخلة في بعضها البعض. المشروع في المشروع مثل الماتروشكا، هي أي دمى روسية لبوبيروس، ما سنتحدث عنه يعني في الويكيبيديا العربية أو مشاريع ويكيميديا بصفة عامة، أنها متداخلة في بعضها البعض. يعني مرة على مرة نكتشف مشروع
صغير أو مشروع كبير. ويكيبيديا العربية هو مشروع متطور. أوكي، إحنا قابلين هذا هو متقدم. ويكيبيديا العربية أيضا تحتوي على مشاريع. ويكيبيديا العربية وحدها نجد فيها أناس أطلقوا مشاريع. شكل المشاريع في ويكيبيديا تأخذ عدة أشكال، منها صفحات، ممكن أن يكون مقالة يقوم بتطويرها جماعة من المستخدمين بالنسبة لهم مشروع، مشروع مقالة. هناك صفحات ترجمة وتطوير مقالات، البوابات لي بورتال هي أيضا مشاريع في الموسوعات، في موسوعات متخصصة. وهناك صفحات لمشاريع، نجد مثلا هنا هذه صفحة لمشروع ويكي الجزائر، يقوم فيه المستخدمون بتطوير صفحات أو مقالات ديزارتيك في ويكيبيديا العربية عن تختص بالجزائر، مقالة لمدينة، مقالة لأي شيء يختص بالجزائر، خصوصا المحتويات التي تختص نباتات موجودة فقط في الجزائر، أنواع حيوانات، عادات، تقاليد، أي شيء. ما هي حالة المشاريع؟ خلال متابعة، متابعة صفحات المشاريع في ويكيبيديا العربية نجد كثير من المشاريع الخبيرة يلزم غلبلة الوقت. وهذا ليس دورنا، هو دور المجتمع. المجتمع هو الذي يقرر إذا كان هذا المشروع يجب الاستغناء عنه أو حذفه أو إعادة تطويره. هناك أسباب، أهم الأسباب هي نقص العنصر البشري أو المحللين العاديين وحتى المتخصصين في الميدان التقني. يمكن أن نقول أن ويكيبيديا العربية تقنيا ناقصة للمشاركين. مشاريع مهمة نذكر بعضها على ذكر حصرا، يمكن تفعيل مشاريع حسب البلدان، تطوير محتويات خاصة لكل بلد، تقنية مشاريع تقنية تطوير البوطات، محتويات تحتاج ويكيبيديا العربية لإطلاق وإعادة تفعيل مشاريع للجمع، جمع الصور الخاصة بالبلدان العربية والعالم العربي. وليس شرطا على العالم العربي، من خلال مسابقات او اتصالات مختلفه مع الهيئات الرسميه للحصول على المحتويات التي دخلت في الميدان الحر. هناك فيديوهات مختلفه ممكن أن نقترح جمع الألحان الشعبية القديمة التي هي غير موجودة، ونعطي مثال الموسيقى الأندلسية التي فقدت. كيف نجذب ويكيبيديين جدد؟ هناك إحصائيات تقول أن في كل 100 مثلاً هناك 90 فقط يتصفح ويكيبيديا، هناك 9 منهم يقومون بالتعديل مرة على مرة، وهناك 1 من 100 مستخدم نشط. هي حسب المشاريع، ليس شرط، لكن هي إحصائية عامة تعطيك نظرة كيف هي حالة المشاريع في عموما في الويكيميديا. لمواصلة المشاريع يجب دوماً البحث عن مشاركين جدد عبر نشاطات الأوفلاين. ما هي نشاطات الأوفلاين؟ نشاطات الأوفلاين هي الملتقيات، مسابقات، برامج تعليم، ندوات، ورشة عمل مثل هذه الملتقى هذا. ونتمنى أن يساعدنا في الحصول على مشاركين جدد. الخاتمة، كل المشاريع التي ذكرناها
كانت تدعمها ويكيبيديا أو التي يطلبها المجتمع في ويكيبيديا العربية تساهم في إضافة محتوى. نحن كمساهمين في مشاريع ويكيبيديا يجب أن نحسس الآخرين أنهم يشاركون في أكبر موسوعة في التاريخ. La plus grande encyclopédie de tous les temps. تجمع كل المعارف، tous les savoirs presque. منذ ولادة البشرية، depuis la naissance de l'humanité، وفي كل الأزمنة، كل هذه الكمية لا يستطيع شخص واحد عادي أن يستوعبها. Une seule personne ne peut pas absorber tout le savoir qui est dans ses projets. وهي متاحة مجانا، يعني gratuit، فقط بوجه الإيصال، يلزمنا برك فقط وصلة في الإنترنت. نشكركم على الحضور، وكل محتوى هذا مفتوح المصدر ومفتوح يمكنكم استخدامه مجانا. شكرا. Parce que, عارف, quand il y a des trucs, on va ajouter dans la langue.
كاين بريزونطاسيون قادمه ان شاء الله. ان شاء الله حنا ربما كاين بزاف، كاين كثير من الافكار. حنا في اليوتيوب الجزائر سوف نقترح اقتراح جديد هو بالضبط إضافة الله في حال ما إذا قبلها المجتمع طبعا، لأن في المشاريع هذه كل شيء يدور حول المجتمع. دونك لاكسيتاسيون تاع لا كوميونيتي ويكي كيدز أو ويكي للصغار، ويكي للأطفال أو للمبتدئين بو لي ديبيتون، فيه على كل حال هي غادي يكون تطوير هذه الفكرة هذه. demain on va se faire la tatoue et faire ça. هذه ما الفكرة اقترحتها في الويكي سولفيج بصح ما شفتهاش، جي با في سا. بصح اون بو فوار سا كاين في هذيك الويكي كومنت، كاين سولفيج في الويكي كومنت، نشوف دي سولفيج صور بصح الفكرة انتيريسون مهمة. انا حتى مرة اقترحت لهم علاش ما نطورش ويكي الهيروغليف pourquoi pas Wikipédia هيروغليف. شكرا على الحضور. هذه هي الألف مداخلة اليوم. باش نعملوا فوتو جروب مع الناس الكل حاضرين مع بعضنا، وثم بعضهم سوشيال ايفنت. شكرا للمهدية و ودنا